أضرم متظاهرون في تشيلي النار في جامعة بيدرو دي لا فالديفيا الخاصة خلال أعمال عنف وقعت على هامش مسيرة سلمية ضخمة نظمت في وسط العاصمة وشهدت اشتباكات مع الشرطة، فيما الاحتجاجات مستمرة منذ 3 أسابيع للتنديد بالتفاوت الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. ويتظاهر عشرات آلاف الأشخاص احتجاجاً على تدني الرواتب وارتفاع تكاليف التعليم والرعاية الصحية والنظام الاجتماعي الاقتصادي الذي يعتبرون أنه يراعي الأثرياء، وأدت الاضطرابات وأعمال العنف إلى مقتل 20 شخصاً. وفي هذه المسيرة الضخمة الثالثة في وسط العاصمة سانتياغو، قام المتظاهرون بقطع طرق قرب مركز فخم للتسوق يعتبر رمزاً لتشيلي العصرية المزدهرة، ورددوا هتافات منددة بالرئيس المحافظ سيباستيان بينييرا ومطالبة باستقالته. واندلعت الاضطرابات في 18 من تشرين الأول مع تظاهرات احتجاج على رفع رسوم المترو في ساعة الذروة، وتصاعدت لتشمل أعمال حرق ونهب وصدامات بين المتظاهرين والشرطة مع توسع لائحة المطالب.